إذاعة سلطنة عمان تقدم أفلام. برنامج أسبوعي يعنى بدور علوم الفلك والفضاء في التنمية البشرية. أفلاك، إعداد وتقديم إسحاق بن يحيى الشعيلي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. أفلاك، أفلاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلاك. يتميز علم الفلك عن بقية العلوم بأنه يلامس مناشط وفعاليات الإنسان المختلفة، ويعتمد عليه في معرفة المواقيت والمواسم وحساب الأزمنة وحركة الأجرام، غير أن هناك من الصعوبات التي تواجه القائمين على المناشط والفعاليات الفلكية وتحد من قدرتهم على نشر الوعي الفلكي وتمكينه لدى أفراد المجتمع. وهناك من ينظر إلى علم الفلك على أنه من الترف المعرفي، فما هي الصعوبات التي تواجهها المهتمين بعلم الفلك وخاصة الساعين إلى نشره بين أفراد المجتمع، وكيف بمقدورهم التغلب على هذه الصعاب؟ الفلك والمجتمع هو عنوان حوارنا مع الأستاذ علي بن عامر الشيباني، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والجمعية الفلكية العمانية. أهلا وسهلا بك الأستاذ علي، ضيفا في برنامج أفلاك. أهلا بك أستاذ إسحاق. أستاذ علي، نبدأ بدوافع استخدام علم الفلك قديما وحديثا. بداية نشكركم على ساق على الجهود التي تقومون بها في نشر ثقافة علم الفلك في المجتمع. قبل أن نتطرق إلى دوافع استخدام علم الفلك، دعنا نتحدث قليلا عن ما المقصود بعلم الفلك. علم الفلك هو دراسة علمية للأجرام السماوية مثل النجوم والكواكب والمذنبات والنيازك والمجرات والسدم وغيرها، أيضا دراسة الظواهر الفلكية التي تحدث خارج الغلاف الجوي. علم الفلك هو أحد العلوم القديمة لم يكن أقدمها على الإطلاق، حيث أن الإنسان القديم لم يكن عنده إشارات يهتدي بها إلا أو علامات يسير عليها إلا باستخدام النجوم والأجرام السماوية. دعنا الآن نتحدث عن دوافع استخدام علم الفلك. حقيقة الله سبحانه وتعالى قال: يتفكرون في خلق السماوات والأرض. أيضا قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أي أن أحد دوافع استخدام علم الفلك هو التأمل والتفكر في مخلوقات الله جل وعلا. أيضا من أهم الدوافع استخدام علم الفلك هو ارتباط علم الفلك ارتباط وثيق بالعبادات. فعن طريق علم الفلك ممكن يعني نعرف أوقات الصلوات، أي أيضا بداية الأشهر الهجرية، بداية شهر الصيام، إعلان الأعياد، ومعرفة موسم شعيرة الحج. ومن دوافع استخدام علم الفلك معرفة المسالك والطرق، الاهتداء في البر والبحر، أيضا لدى المزارعين معرفة المواسم الزراعية، ولدى الصيادين معرفة مواسم الصيد. فهذه أبرز دوافع استخدام علم الفلك. نعم، ربما يكون الاهتمام بعلم الفلك أو من ضمن الجوانب اللي ذكرتها إنه اهتمام بعلم الفلك ربما استخدمت سابقا، هل لازال الفلك أو علم الفلك حاضرا في المجتمع أو حاضر في الاستخدامات والدوافع، لازالت موجودة بهذه الأهمية؟ بكل تأكيد، يعني تأتي أهمية اهتمام بعلم الفلك من ضرورة فهم الظواهر الكونية التي تحدث حولنا. هذا يعطينا يعني أساليب وطرق ممكن يعني من فهمنا لهذه الظواهر الكونية ممكن نخرج بمجموعة من التطبيقات المحلية في البيئة المحلية. أيضا علم الفلك يعني ممكن نتقدم في التكنولوجيا المستخدمة في علم الفلك وعلم الفضاء، هذا ينعكس على تقدم البشرية على الأرض. نعم أستاذ علي، هناك من ينظر إلى علم الفلك على أنه من الترف المعرفي، بمعنى أنه ليس علما ممكن الاستفادة منه، والبعض ينظر على أن علم الفلك هو علم حاضر بقوة في المجتمعات المتقدمة، وأن الإطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية والبحث عن الكواكب المهولة
أو حياة خارج الكوكب ذو أهمية كبيرة لدى المهتمين بعلم الفلك. بين الجانبين ماذا ينظر علي الشيباني إلى هذه المقولتين، أنه ثرف معرفي وأهمية علمية؟ بكل تأكيد علم الفلك من كما ذكرت سابقا هو من أحد العلوم القديمة التي استخدمها الإنسان القديم في معرفة أو في الاهتداء في معرفة المسالك والاهتداء في الطرق برا وجوا. وله نحن كمسلمين وكعرب استخدمنا كثيرا علم الفلك في حياتنا اليومية، يعني في العبادات حتى في البناء المعماري وعيد الكثير، يعني في موسم الزراعة في الصيد في هنالك العديد من الاستخدامات قديما. أيضا هنالك العديد من الاستخدامات في الوقت الحالي التي انعكست على تطور التكنولوجيا والاستخدامات المحلية، يعني اللي نستخدمها في حياتنا اليومية. نعم، ما هي الأشياء اللي ممكن تساعد أو ما هي الفعاليات اللي ممكن من خلالها تقوم بنشر الوعي الفلكي لدى أفراد المجتمع؟ لنشر الثقافة الفلكية ونشر علم الفلك في المجتمع يحتاج تضافر الجهود، يعني بدءا من المدرسة ومن القطاع الخاص يعني الجمعيات الأهلية والمهتمين بعلوم الفلك الذي يعني متخصصين في هذا المجال ممكن يساهموا بشكل أو بآخر في نشر ثقافة الفلك. كمثال البرنامج اللي تقومون به وتعدوا الآن هذا يساهم بشكل إيجابي في نشر الثقافة الفلكية في المجتمع. أيضا هناك الكثير من المحاضرات والندوات والمخيمات يعني ممكن إقامتها لنشر ثقافة علم الفلك لجميع الفئات العمرية. هل هناك من خلال الفعاليات التي تنظمونها وأنت عضو في الجمعية الفلكية وأحد المهتمين بإقامة المخيمات الفلكية، هل تلامسون أن هناك شغف بعلم الفلك بالمعرفة الفلكية لدى أفراد المجتمع؟ بكل تأكيد هنالك يعني فضول علمي كبير لدى جميع الفئات العمرية خاصة الأطفال والشباب لمعرفة علم الفلك أكثر والتعرف على التقنيات المستخدمة. المخيمات الفلكية كأحد جوانب المعرفة الفلكية أو نشر الوعي الفلكي لدى أفراد المجتمع، ما هي المخيمات الفلكية وما هي الأماكن أو ما هي الأساليب اللي تقدم فيها البرامج من خلال الجمعية أو من خلال المخيمات الفلكية؟ قبل أن نتطرق إلى المخيمات الفلكية دعنا نتحدث عن مفهوم المخيمات التي نتحدث عنها. المخيمات بشكل عام يعني يقصد بها بأنها مكان يقضي فيه الفرد أو المجموعة وقتا بهدف الترويح أو الترفيه أو التعلم. وهنالك مجموعة كثيرة من المخيمات يعني كأنواع، منها الترفيهية مثل مخيمات شاطئية، مخيمات كشفية، مخيمات تدريبية وغيرها من المخيمات. نحن نتحدث عن المخيمات الفلكية التي نقوم بها. المخيمات الفلكية هي فعالية خارجية يقيمها المهتمين بعلم الفلك والفضاء في أحد الأماكن السياحية المعروفة في السلطنة بعيدا عن المدينة والتلوث الضوئي، بهدف التعليم وتبادل الخبرات أي في مجال علوم الفلك والفضاء. بالنسبة للمخيمات الفلكية أيضا بالنسبة للمخيمات الفلكية هنالك مجموعة من الأنواع بحسب الفئة المستهدفة. المخيمات مثلا المخيمات الفلكية العائلية وهي مخيمات تقام أو تستهدف جميع أفراد العائلة وتقيمها الجمعية الفلكية العمانية على سبيل المثال بشكل سنوي في مخيم جبل الشمس. في جبل الشمس أيضا هناك مخيمات فلكية شبابية. وأيضا توجد هناك مجموعة من المخيمات التي يقيمها المصورين ومهتمين بالتصوير، ويعني تصوير المجرات وتصوير النجوم بهدف التقاط صور فلكية جميلة للسماء ليلا. ولكن يعني أعتقد أن هناك صعوبات ربما تواجه المنظمين للمخيمات الفلكية، هي فعلا جانب مشوق للعائلة إذا تكلمنا عن المخيمات العائلية، لكن المعوقات اللي ربما تحول دون تنظيم مثل هذه المخيمات. بكل تأكيد كمخيمات أو كفعالية تستقطب عدد كبير من العائلة، قرابة يعني مشاركين في متوسط عدد المشاركين في المخيمات الفلكية في كل مرة يتجاوز عددهم 200 شخص. هذه يعني صعوبات تنظيمية إدارية ممكن تغلب عليها، لكن هو اختيار المكان المناسب لإقامة مثل هذه المخيمات الفلكية. فمن أحد الجوانب وأحد شروط
إقامة هذه المخيمات أن نقيم بعيدا عن المدينة، بعيدا عن التلوث الضوئي الذي تعاني به تعاني منه معظم المدن يعني المكتظة بالسكان. فنقيم نحن في جبال سلطنة عمان أو المواقع البعيدة عن التلوث الضوئي. ما هو التلوث الضوئي؟ نعرف المستمعين أكثر بالتلوث الضوئي كمصطلح. التلوث الضوئي الاستخدام المتزايد للإضاءة الخارجية في الحياة اليومية أدى إلى مجموعة من المشاكل المتعلقة بالبيئة وبالاقتصاد والصحة إلى آخره. مشكلة التلوث الضوئي أصبحت مشكلة عالمية خاصة في الدول المتقدمة بعد سنوات كثيرة جدا، سنوات طويلة من التجاهل. فتعاني منه من التلوث الضوئي يعاني من مجموعة من الدول المتقدمة. ما المقصود به؟ فهو يعني التلوث الضوئي هو الوهج السماوي الناتج عن تشتت الأضواء الصناعية في الغازات والغبار الموجود في غلافنا الجوي الناشئ عن النوعية الرديئة للمصابيح التي تستخدم. أيضا ممكن نعرفه بأنها ظاهرة انتشار الأضواء السائبة بالأجواء بدون مبرر أو غرض معين، مما يعني ينتج عنه إزالة الظلمة التي تتميز بها الليل وتتطلبها الأنظمة البيئية والحياتية أيضا للأرصاد الفلكية. تأثيره على الحياة اليومية بالنسبة للشخص العادي، هل هناك تأثير على التلوث الضوئي هذا من غير أنه يحجب رؤية بعض الأجرام السماوية؟ يعني التلوث الضوئي له كثير من المظاهر السلبية، يعني دعنا نتحدث عن مجموعة من المظاهر السلبية بسبب التلوث الضوئي. أحد تلك المظاهر السلبية هو السطوع. ما المقصود بالسطوع؟ السطوع هو الضوء الشديد المباشر الذي قد يبهر السائقين على الأرض أو الملاحين في البحر أو الطيارين في السماء. هذا أحد المظاهر السلبية. أيضا ظاهر سلبية أخرى تسمى بالتعدي الضوئي. مقصود بالتعدي الضوئي هو وصول الضوء غير المرغوب فيه ليلا عبر النوافذ والأبواب، وهذه موجودة كثيرا في العاصمة. أيضا هنا في المدن المكتظة أو المدن الرئيسية بالضبط الظاهرة موجودة. أيضا هنالك أحد المظاهر السلبية للتلوث الضوئي وهج سماء المدن. يعني وهج سماء المدن يفسد متعة رؤية الأجرام السماوية ويعرقل الأرصاد والأبحاث الفلكية. لذلك يعني نرى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واللجان التابعة لرصد الأهلة يعني يختاروا أماكن بعيدة عن المدينة بهدف رصد الهلال. نعم. نذكر أيضا بشكل سريع هنالك مظاهر سلبية أخرى، الإنارة الزايدة ونقصد بها وجود شدة إضاءة في مكان معين أكبر من تلك التي يحتاجها في الغرض المطلوب، وتبديل الطاقة الذي يأتي نتيجة استهلاك المتزايد للطاقة الكهربائية وزيادة انبعاثات الغازات. نعم. إذا جينا للتلوث الضوئي وتأثيره على الحياة البيولوجية فهو يعني حديث طويل ربما يعني يأخذ مساحة كبيرة في الحوار، ولكن احنا نركز هنا على العلاقة ما بين الرصد الفلكي وما بين إقامة الفعاليات الفلكية ووجود مثل هذه الأشياء اللي ربما تعيق من إقامة مثل هذه الفعاليات. أستاذ علي، أنتم في الآونة الأخيرة أو في العام الماضي على ما أذكر أقمتم مخيم شبابي بالضبط. شارك فيه عدد من المهتمين بعلم الفلك من خارج السلطنة بالضبط. تقييمكم مثل هذه الفعالية اللي هي ربما تكون استثنائية أو الأولى من نوعها في السلطنة؟ المخيمات الفلكية بشكل عام يعني تعتبر أنجح الفعاليات التي نقيمها، وهي مطلوبة جدا من قبل الجمهور سواء داخل السلطنة أو خارج السلطنة. من أبرز المخيمات التي أقمناها في السنوات الماضية وتحديدا في عام 2016 المخيم الفلكي الشبابي، جاء بمشاركة واسعة من الشباب العماني، حصل على إقبال كبير، يعني بلغ عدد المسجلين فيه قرابة 400 شخص. طبعا الطاقة عدد كبير هذا جدا. الطاقة الاستيعابية كانت يعني 40 شخص لدينا، وعدناهم بتكرار 10 أضعاف ربما يكون بالضبط. يعني هذا يدل أن هنالك يعني تقبل وهناك فضول علمي ورغبة في المشاركة. بعد فترة وصلتنا مجموعة من الطلبات من خارج السلطنة وزملائنا الفلكيين في دول الخليج ودول عربية، فأقمنا مخيم فلكي عربي مخصص للزملاء المهتمين بعلم الفلك بهدف تبادل الخبرات. أقمنا في جبل شمس بالضبط في استراحة أو منتجع جبل شمس السياحي، كان جدا جميل. السماء ليلا رائعة بعيد عن التلوث الضوئي، شارك فيه مجموعة من هواة الفلك والمهتمين،
تم تبادل الخبرات، رصد الأجرام السماوية، رصد النجوم والكواكب والسدم. أيضا كان هناك في نفس الفترة كان يضاه يعني زخت شهب نفسه في الوقت الذي اخترناه، تم رصدناها بشكل كبير جدا. ما الذي يمنع من تكرارها؟ أنتوا قمتوا في 2016 واليوم نحن في 2018، في فارق سنتين بين التاريخ. حاولنا السنة الماضية، يعني في 2016 كان دعم اللجنة الوطنية للشباب، يعني كانت هي الراعي الرسمي لإقامة هذا المخيم. السنة الماضية حاولنا أن نعيد إقامته مجددا، لم نحصل على الشريك المناسب أو الداعم. هذه السنة يعني العائق كان عائق مادي، لأن نحن نقيم هذا المخيم في تكاليف مالية يعني تترتب عليه، نقدمه للمجتمع بدون رسوم، وإن وجدت ستكون رسوم رمزية جدا. فالعائق المادي هو أحد العوائق لعدم تنظيم أو تكرار هذه المخيمات الفلكية. في هذا العام 2018 بإذن الله نخطط لإقامة مخيم فلكي شبابي بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الحكومية، وأيضا بدعم من مجموعة من الشركات القطاع الخاص. هل بتكون داخلية حصريا فقط أم أنها مفتوحة للمشاركين من دول مجلس التعاون مثلا أو من الدول العربية؟ الفريق المنظم واللجنة التحضيرية للمخيم فلكي الشبابي في عام 2018 اقترح بأن يكون عدد أو نسبة المشاركين من داخل السلطنة 60% و 40% من خارج السلطنة ومن دول الخليج تحديدا. الهدف منها يعني اجتماع أو أن نجتمع هواة الفلك من داخل السلطنة بزملائهم أو بالمهتمين بعلوم الفلك والفضاء من دول الخليج، وتبادل الخبرات يعني الخبرات في مجال علوم الفلك والفضاء. مقارنة بالأربعمائة شخص اللي سجلوا معاكم، حجم الطلبات اللي جاتكم من خارج السلطنة عدد كبير أو أنه فقط أعداد محدودة ربما؟ عدد يعني الإقبال على أو السؤال عن المخيمات الفلكية التي تقام في سلطة عمان بما تتميز به من يعني صفاء السماء ليلا ووضوح النجوم والأجرام السماوية، يعني هنالك العديد من الطلبات. الآن نتعاون مع أحد دول الخليج في إقامة مخيمات فلكية مختصة لهواة الفلك عندهم في سلطنة عمان. أيضا في داخل السلطنة هنالك مجموعة من الجمعيات تقيم مخيمات فلكية لأعضائها أو لمنتسبيها، مثلا جمعية الصم ستقيم في شهر إبريل مشيئة الله مخيم فلكي للطلاب معهم، وكذلك مجموعة من الجمعيات في السلطنة أو الشركات تطلب مثل هذه المخيمات الفلكية. ما شاء الله. طيب أستاذ علي، بنواصل معك الحوار، ولكن مستمعين الكرام نعود لكم بعد فاصل قصير لنواصل الحوار مع الأستاذ علي الشيباني. أفلاك برنامج أسبوعي يعنى بدور علوم الفلك والفضاء في التنمية البشرية. أفلاك أفلاك. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعي الكرام وبرنامج أفلاك المعني بعلوم الفلك. حوارنا اليوم مع الأستاذ علي بن عامر الشيباني عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، والحوار حول الفلك والمجتمع. أستاذ علي، توقفنا عند نقطة ربما مهمة جدا ذكرتها في آخر حديثك، أن هناك تعاون ما بين الشباب المنظمين للمخيمات الفلكية وما بين الجمعيات أو إحدى المؤسسات المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة، بادرة جدا طيبة، وربما تجدر الإشارة فيها هذه أنه نشارك جميع أفراد المجتمع بجميع أطيافه في هذه المعرفة الفلكية. بالضبط، المخيمات الفلكية ليست يعني يقال أن الفلك للجميع، يعني فمثل هذه المخيمات العلمية التي تستهدف جميع فئات المجتمع ممكن يستفيد منها جميع فئات المجتمع سواء كانوا صغارا أو كبارا.
فممكن أن ننظم مخيمات بالتعاون، يعني الجمعيات الموجودة داخل السلطنة أو الشركات ممكن تتعاون مع مجموعة من هواة الفلك لإقامة مخيم فلكي في أحد جبال السلطنة أو في أحد المنتجعات أو الاستراحات السياحية، بشرط أن تكون مبتعدة عن المدينة وعن تلوثها الضوئي، وبتكون بادرة جيدة بأنه حتى لو بدأنا ب يعني جمعية واحدة أو مؤسسة واحدة إنه تعمم التجربة على المؤسسات الأخرى المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة. في خضم الحديث عن المشاركات الخارجية يدفعنا إلى نقطة جدا مهمة وهي استغلال السياحة العلمية. كيف نروج للسياحة العلمية في السلطنة من خلال المخيمات الفلكية؟ ممتاز. سلطنة عمان لا يختلف عليه اثنان انها تتميز يعني تنوع جغرافي جميل وبيئات متنوعة، هنالك السهول، هنالك الجبال، هنالك الصحارى، هنالك الشواطئ والجبال وغيرها. فممكن ان ننفذ برامج من شأنها زيادة الوعي السياحي داخل السلطنة وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية في الأوقات يعني التي تقل فيها حركة سياحية داخل السلطنة. نحن نتحدث عن الصيف، يعني السواح من داخل وخارج السلطنة فإذا كان يريد مثلا زيارة جبل الشمس بما يتميز به من ارتفاع واعتدال في الجو وصفاء، يعني صفاء في الجو وجو نقي وإلى آخره، يحتاج إضافة مجموعة من الفعاليات يعني المصاحبة لمثل هذه الأماكن. هذا من شأنه أن يزيد من السواح أو من اهتمامهم، ممكن يشاركوا أكثر، ممكن يزوروا هذه الأماكن بشكل كبير. نعم، وهناك ربما نقطة ممكن نشير لها إنه يعني قد نمزج أو يعني نجمع ما بين السياحة في محافظة الظفار في الصيف ونقال الجو هناك واعتدال درجات الحرارة مع ارتفاعها في بقية أجزاء شبه الجزيرة العربية، إنه نقيم مثل هذه المخيمات ونركز عليها في السياح اللي قادمين من هناك ربما يريدوا أماكن أخرى يزوروها في السلطنة، فممكن نمزج ما بين الجنوب وما بين الجبال، جبل الشمس مثلا أو الجبل الأخضر. بكل تأكيد. هناك من يتحدث عن السياحة بشكل عام ونحن نتحدث عن السياحة العلمية، الجوانب الأخرى اللي ممكن نجذب فيها السياح لكن من جانب فلكي، هل هناك يعني أي إضافات ممكن تضيفها علم الفلك إلى السياحة؟ ذكرنا أن جبال سلطنة عمان يعني تتميز بارتفاع كبير، تتميز ببعدها عن التلوث الضوئي، اعتدال في الأجواء يعني في فترة الصيف، يعني فهذه كلها عوامل جذب للمهتمين بعلوم الفلك داخل السلطنة وخارجها. فإن أقمنا مجموعة من الفعاليات الفلكية أو وفرنا مجموعة من النظائر الفلكية، ممكن هواة الفلك من دول الخليج أو الوطن العربي أو خارج السلطنة ممكن يأتوا إلى عمان بهدف يعني بهدف السياحة العلمية، الاستمتاع بجمال السماء، لرصد النجوم، للتصوير الفلكي. نعم، وقد نعتبره على إنه أو يمكن إنه إدراجه بشكل سنوي بحيث إنه هذه الفعالية تقام بشكل سنوي وتكون من ضمن الأجندة العلمية اللي موجودة في دول مجلس التعاون أو في الدول العربية، إنه معروف في التاريخ الفلاني هناك مخيم فلكي ثابت تقيمه إحدى المؤسسات العلمية في السلطنة أو حتى فريق شبابي يقيم هذه الفعالية. بكل تأكيد. إذا انتقلنا أستاذ علي إلى محميات أضواء النجوم والعلاقة ما بينها وما بين التلوث الضوئي، مصطلح يسأل عنه كثيرا، محميات أضواء النجوم، ما هي هذا المصطلح أو ما المقصود فيه؟ هو حقيقة الاستخدام المتزايد للأضواء الخارجية يعني حرمنا أو حرم المجتمع من الاستمتاع بجمال السماء ليلا. فاللجنة الوطنية للمحميات الطبيعية في وزارة البيئة والشؤون المناخية قاموا بجهود يشكرون عليها في هذا المجال، فخصصوا مكان أو موقع اسمه محمية أضواء النجوم. ما المقصود بمحمية أضواء النجوم؟ محمية أضواء النجوم هي محمية طبيعية ونشئت خصيصا لحماية السماء أو لحماية النجوم من التلوث الضوئي، أيضا لحماية الكائنات الحية النشطة ليلا، وهنالك مجموعة من الأهداف الأخرى التعليمية وأيضا إقامة الأبحاث الفلكية.
المقترح التي جاءت به اللجنة الوطنية للمحميات الطبيعية، وستقيم محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم في مجموعة، يعني في موقع يلامس المدن الرئيسية وقريب مجموعة من الجبال، وهي جبل الشرقي وجبل السراه وجبل الشمس بالضبط في عقبة هاط. نعم، القطاع الخاص ودوره في دعم مثل هذه الأنشطة الفلكية بشكل عام؟ هو حقيقة أتمنى أن هذه المخيمات الفلكية أو المخيمات العلمية تحصل على دعم لإقامتها في مجموعة من جبال السلطنة. مثلا هناك عندك الجبل الأخضر، الجبل الأخضر يتميز يعني اعتدال في الجو، يعني صيف بارد، مناظر طبيعية رائعة، فيحتاج إلى مجموعة فعاليات إضافية خصوصا في وقت المساء. فممكن أن الفرق المهتمة أو الجمعيات أو الجمعية الفلكية العمانية قائمة بجهود في هذا المجال، أنها تقوم بمجموعة من المخيمات الفلكية أو دعها مثلا نسميها أيام فلكية أو ليالي فلكية في مجموعة من الجبال في السلطنة بهدف تنشيط الحركة السياحية إلى تلك الجبال. لماذا لا يتم التنسيق مع بعض المخيمات الفلكية اللي موجودة في بعض الولايات كولايات بدية مثلا لإقامة مثل هذه المخيمات، وخاصة إن السياحة نشطة جدا في موسم الشتاء في هذه الولاية؟ بالضبط، هنالك تعاون بين قطاع خاص أو مجموعة الاستراحات أو المنتجعات السياحية. نذكر من ضمن المنتجعات المتعاونة معنا بشكل كبير يعني منتجع جبل شمس السياحي، فمنذ 2009 نحن نقوم أو الجمعية كان نحن كجمعية فلكية عمانية نقوم بمخيم فلكي عائلي سنوي في منتجع جبل شمس. هم يخصصون المكان، الأماكن يعني التغذية، يهتموا بتهيئة المكان، ونحن ممكن نقدم يعني تلسكوبات أو المناظير الفلكية، نقوم تقديم أمسيات فلكية، مجموعة من المحاضرات. وصلتوا مع مثلا مخيمات في الولايات مثلا بدية في إحدى المحافظات الأخرى غير جبل شمس مثلا، أو عندكم خطة لإيجاد بدائل؟ ذكرت لك سابقا أن أحد الصعوبات التي نواجهها هو الدعم المادي، أو أن نحن نريد نقوم بمخيمات فلكية نقدمها للجمهور بسعر رمزي، سعر معقول. فهناك تعاون يعني من المنتجعات أو الاستراحات، لكن يعني يختلف أو يتباين. هي ممكن عملية ترويجية، والله أنا أقدم لك البرامج الفلكية مقابل أنك تعطيني دعم لإقامة مثل هذا المخيم الفلكي. في مثل بعض الشركات السياحية اللي هي ممكن عندها أجهزة تقدمها للمجتمع أو تريد تعرضها كسياحة، مثلا Let's Go هي شركة سياحية ومهتمة بهذا في إحدى جوانبها بهذا الجانب، والله أنا أقدم لك الدعم أو الترويج السياحي مقابل أنك تعطيني دعم لإقامة مثل هذا المخيمات. بالضبط، مجموعة من الاستراحات أو منتجعات في السلطنة حصلنا على قبول، ونذكر منتجع جبل شمس السياحي أيضا استراحة الهوت السياحية، فهناك يعني تعاون كبير، يعني ممكن هذا التعاون بتقليل الرسوم، بين توفير الطاقم الإداري هناك لتنظيم الفعالية. بالنسبة للشركات الأخرى المهتمة في مجال السياحية ممكن نتعاون مع بعض لتقديم منتج أو الخدمة النهائية بشكل جميل وجاذب للسواح أو المهتمين من داخل السلطنة وخارجها، بالتالي يقلل الرسوم للمشاركين في المخيمات الفلكية ونحصل على أكبر قدر من الاستفادة للمجتمع ونشر الوعي الفلكي. في الختام، احنا سعيدين بتواجدك معنا اليوم الأستاذ علي بن عامر الشيباني، عضو الجمعية الفلكية العمانية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، كنت معنا في حوار عن الفلك والمجتمع. شاكرين لك هذه المعلومات المفيدة، ونتمنى إن شاء الله لكم التقدم ونشوف المخيمات والفعاليات الفلكية نشطة طوال السنة. بارك الله فيكم أستاذ إسحاق، وبارك الله جهودكم القيمة لنشر ثقافة علم الفلك في المجتمع. في الختام مستمعي الكرام، لكم كل التحية والتقدير، وإلى أن نلقاكم في حوار فلكي جديد، دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع أفلاك. أفلاك مع تحيات إسحاق الشعيلي والمخرج سيف الجرداني. أفلاك. أفلاك.